البداية باش تكون بزيارتنا للمدينة. المدينة عالم آخر مختلف شفناه بعيون مختلفة زادة. سبت قمح، سبت برقان، سبت تمر، سبت ترشنية، سبت قرد، سبت ترشنية، كلها كانت تخدم زور بعضها. فلاح كان ياخو ويبار يزامل كي يستحق باش يزرع ولا حاجة يبيع صيغة مرته ويمشي يزرع ويعمل، وقت تطيح الصابع يعاود يشريه. اليوم هذا ما عادش، ما عادش فما موجود، ما عادش جملة فما مواسم نتاع العروسات، ما عادش فما عادش. كي تعرف المواسم موجودة، كي تعرف العروسة باريكزامبل صار مش يجيب لها موسم، يجيب لها زياز ولا يجيب لها حاجة ولا يجيب لها معون ولا وين تلقاش واحد اسأل المغني ما عادش تلقى، الجواب ما عادش تلقى. أقل صياغة نتاع سبت وحد كيما نقولوا احنا اللي يطير بها العصفور تعمل تقريبا 3 ملايين. شكون ينجم يفضل 3 ملايين من غير ما كلته وشربه ولبسته ودواه ومن غير ما عادش يخلط؟ توا ولاو حاولوا باش يسحايلوا ياخذوا فضة ياخذوا بلاكيور، ما عادش توا الأغلبية كلها مسكرة. نحكيك علاش مسكرة؟ ما عادش قادرة باش تعيش. والناس اليوم الشبان يتعلموا الصيغة ولا؟ ما عادش فيها خبز. واحد كي توا الأغلبية كلها الجينيراسيون تاعتها كلها دخلت التواصل الاجتماعي ولا واحدة وتعرف شنو هو السوق، شنو موجود، شنو اللي نجم يوكلك الخبز. المدينة عالم كامل معناها عمره مئات السنين، زعما لهين بيها احنا ولا عنا اعتبار وعنا في مخنا انه هذه البقعة فيها قيمة وعندها تاريخ؟ والله تو شيء يوجع القلب صراحة، سؤال في محل. المدينة ناقصة لهوة من كل شيء فهمني بصراحة، ياسر تعبة، حالة رثة، تنجم تصور تشوف فهمني كيفاش تحشم. تحس اللي برشا حاجات في المدينة محتاجة ترميم وتجديد، وهذه فيديو توري انهيار جزء من السقف الفوني. حالة مزرية، تراكم الأوساخ، الإنارة ما فماش، الباركينج متاع توريست ما فماش، تكلمنا شكينا وبصراحة مسؤولين لحياة اللي من تنادي، نظفوا السائح يجي وحده، ما تعملش يعني يعطيك الصحة، وفر لي مينيموم. طيب احنا على مستوى سوق اللفة، على مستوى المدينة لوتا، لو نطلعوا يعني نشوفوا سطوحات من فوق ونشوفوا المدينة نشوفوا كارثة بيتم معنى الكلمة. إذا تدخل من القصبة وتشوف لي باريارات حتى السائح ماهوش مرتاح باش يدخل السوق. دونك اوتوماتيكمون احنا برشا ديزانيلاسيون على المدينة صار من الباريارات، ولا يعني فتنا الثورة تقريبا ب 12 13 سنة، لكن الحال على ما هو عليه. وطلعنا فوق السطح لمحل يبيع الصناعات التقليدية باش نكتشف واحد من أهم المشاهد اللي تكشف على تونس العاصمة، في نفس الوقت اللي قابلنا سياح جاو من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. This beautiful place has a lot of history. We went to Bardo Museum yesterday. It's fascinating. Yeah. Tunisia has 3,000 years history, right? Yeah.
I'm sure you're proud of it, and we like to learn about it. قديش المدة اللي باش تعديوها في تونس؟ About 2 weeks. We're gonna around the whole Tunisia. باش تمشيو للجنوب؟ Yeah. We just begin. We're gonna make a round trip the whole Tunisia. كسائحة شنو يشد انتباهك في المدينة العتيقة؟ In the Medina. We just arrived Medina this morning, so. Ah, okay. It's the first day, so. Yeah. First day, yeah. The beautiful color, nice people, nice food, lot of history. Enjoy. nice weather. Yeah. Just like San Francisco. طقس باهي في ديسمبر. Like San Francisco weather, like our weather. We're very familiar with it. Yeah. زليز أولاد شملة هو واحد من رموز تونس نسبة لورشة من الخزف بدأت نشاطها في 1881 وهو موروث تقليدي يمتاز بجمالية فريدة ما تلقاها كان هوني. سي عربي توا هذوما البارفانات برشا كلام عليهم البارفانات اسكو هما بالحق اسكو هما اوتنتيك اسكو هما هذيا لي زيكستري اما البون كاليتي اللي من بعد يخرجوا منها دوريجين فهمتك من بعد حتى البرودوي تشينيك يخرجوا منها دوريجين شنو علاقتهم بالماركات العالميه خاطر انا نشوف انا جادور لي باس لي باس وكيفاش جبتوهم انتم لي باس هذيا لي باس تاخذوا مع عند الفرنسيه الكبار الشركات الكبيره اللي تقطر اما ما عندكش حق تخلطوا انت بعد باش تبيعوا في دبوزه سبيسيال الروح اكهر عندي سؤال شنو مجيب ايغو بوس باش انه يبيع دبوزه في المدينه في تونس ناخذوا لي زيكستري مش الماركه معناتها هما خاطر يحطوا برودوي تشيميك احنا ناخذوا كما نقولوا الروح الباز نتاعها اكهر يعني انتوما وهما عندكم نفس الفورنيسورات الباز اما هما يقلطوا بعد برودوي تشيميك حاليا ولا فما قبال طبعا قبل تعرف قبل ما كانتش هذا البرفانات غلاوي قبل غلاوي قال دبوزه 300 400000 تساعد يا خو كيما كاي روح فما اللي بعد يحط لها ليزالكول فما اللي يحط ديريكت كل واحد كيفاش يحب في المدينه اما احنا كان عندنا حق الخلط توا دبوزه كيما هكا صغيره قداش سومها؟ انت والماركه تتباع هذه مثلا مثلا تتباع لك 10000 تتباع لك 10000 في ماكسيموم كل شيء في حانوت سي حسين يرجع بيك للزمن الجميل كما يقول هو على ذاك حبيت نحكي معاه شوي سي حسين انت كي يدخل واحد عندك في الحانوت هوني كأنه سافر سنوات التالي نجم تقول نجم تقول ايه اللي يفهمه اللي يفهم الشيء اللي عندي يقول لك هذا بتاع الراديو حتى اليومية زاد كل بالاوراق زمنيه اي هي معي هي كلها دو بير اون فيس الوالد اي انا خذيت عليه الرولاب وعملناها شربناها شربات الخدمه هذه النوع هذايا هو كان معروف بالزرابي ايش نوع تو احنا قبل ما نبداو نسجلوا معاك قلت لي الدنيا تبدلت وما عادش وكل شيء ولا ما فماش حاجات ايجابيه اليوم ما شو مثلاً إيجابية شو نسأل فيك ماذا بينا نلقاو حاجات إيجابية مرينا إيش مرينا شيء تخدم توا الناس يدخلوا يشريوا من عندك لا كريمو لا مش باش نخبي عليك ولا باش مال أنت تجي هنا نقعد هذاك ونعدي في الوقت فما كما يقولوا يرحم من خلى لا يرحمهم فهمت فما شوية هكا وهكا معناها فهمت خدمة با بلوس بيز على الاخر اي فما دي جون يجي تعجبوا حاجه يا اخو يا اخو توانسك تو اكثر شيء توانسك وتوريست بربي انا توريست ما عادش احكي لي على التوريست عليه حكايه فارقه كذبه كبيره ما يصرفوش ما عندهم شيء صدقني انا رو ما ياخذوش كيف ما يجيو كيف ما يرجعوا ويقول لك والله سيزون سنه خارق العاده ما فهمت شو الربح وين والله فهمت ممكن في الليالي المقضات في النزل عدد كي يتجاوز 5 مليون ولا 6 مليون ما فهمتهاش صدقني ما فهمت يمكن احنا خاطر كوميرسان نفهم كان شنو التوريس اللي يجي يشري من عندك هذيك معناها بالمجد سيزون خارق العاده هي هذا انت اللي تقول فيه صحيح على خاطر نورمالمون المهن اللي هي اوتور السياحه اي تخدم زادة معناها كي تخدم النزل ويخدموا المطاعم ويخدموا التجار التجار تاع انت لا ما حسيتوش شيء
ابسولومون ريان، شي ما فما. عندك تصاور نتاع زعماء هوني، بورقيبة ايه. شهيران كل ما هو قديم. نوستالجي فوالا بالضبط. بربي الفن اللي تسمعه شنو هو؟ تتابع بعض، والله يتابع بعض الكل. انا نتصورك شنو هو؟ ايه نتصورك عبد المطلب، كرم محمود، كله عبد الحليم أم كلثوم. ايه روعة، ما باش نسمع نتاع توا، ربي يسامحني. شو هذا والراديو مسكر؟ ايه ما خطر تقلت انت باش تحكي معايا. سكرت هذاك هو اللي عندي، لا تيك توك ولا شيء. الراديو كهو، ما عندكش انستغرام وفيسبوك وكل؟ الراديو قلت لك عندي، هذاك هو نزيد نوضح لك وين. تليفون جديد معناه بكل شيء، صدقني كل شيء من ما تلبس في حتى في الخارج المترو قمره يعمل 200,000، لكن فمت في 3 مترو ما بين بدايتها وسروالها هذوما في 200، هذوما 600 بالزنا يا ربي. ما يفككش من مليون شويه هيك تبدا ماشي لك الواحد هذيك. احنا عندنا ربح معين 30% وكذا. اغلى حاجه عندك هنا ويني؟ هنا هنا لا اله الا الله، فما هذية على حرير. أيوه. هذية جبة حرير وهذية بدايتها. هذي قداش سومها؟ هذا ماني قلت لك يوصلوا سيري كامل يوصل 1,400,000 1,300,000. هذيك كلها خدمة بالليبرة باليد. الليبرة. ممكن تفرق ما بين ال. والقماش كله مخدوم بالزادة باليد. في النول العربي كما السفسيري تخدم هذا قماش. وفما هذه مازالت الصنعه ولا قلت ولا كيفاش؟ هذا الجديد نقول واحنا القطعه اللوكس قلت قعد الكاملات شوي، الطلب عليها قليل. الا من الناس اللي يفهموها. فما ناس تفهمها لاباس. الا الناس اللي يفهموها، فما يجيو من المهديه، يجيو من سوسه، يجيو من صفاقس، يجيو من تونس، من المرسى، من كرتاج. يلبسوا كان لوكس، ما تمد له قطعة مذرة حيقول لك لا سمح، يبدي يقلب فيها من داخل. أغزرك في النساء من داخل. مش تفهم؟ مش تفهم لي أنا، فما قطعة مهتمين بها أنا في النساء. أنت عطيت هالخبرة هذية لأولادك؟ عندي أنا كيف معلمهم اليوم صغيرين، ما يخذهم من الدندان. وأولادك أنت؟ في أيامات العصر القديم منا يعطي على المصنعة، يعطيوك للصنع ويعطيوك شهرية عليه باش انت تعلم تشجعه. وأولادك انت؟ ولادي عندي البنية تغرمت بها وتخدم في ديجا في المرسى هذيك، عاملة شغروم وعاملة هذي الأكسجين نتاعي. لأنا الحانوت لابد نجي، وعندي أحبابي وعندي خدامتي معايا لابد نراهم ويراوني. فهمت؟ إن شاء الله ديما بصحة وعافية. ربي يفضلكم سيدي. وكملت طريقي في المدينة باش نقابل شكون يحكي أحداث الزمن على طريقته. أنا خلطت عليك. مرحبا خويا. فاش تعمل؟ نعاونك؟ لا أنا نحل في البكوات نتاع شويش، من بعد ما نحدوهم يتحطوا في البكوة يتحطوا في الفترينة. ماشي الخدمة ولا؟ الحمد لله. توا نحن قبل نقراو 4 كتب، عربي فرنسي سوري تاريخ وجغرافيا.
توا الولد بالله صغير بشكل نشوف فيهم ولا عملوا لهم عجالي عليه. رزين عليك كرتاب. مش كيفنا نحن هزينا في فيليا. عندك 50 سنة هنا. 50 سنة هنا. شو اللي تبدل هوني؟ بدت ما عادش وينهم توا الكبار القدم. كانت تدي سوق 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 نهج جمع الزيتونة. ما مشيتوا من غادي في السبعينات والثمانينات كان اللي يبيع الجلد يبيع جلد صافي، اللي يبيع سيراميك يبيع سيراميك من الفقاع معناتها، اللي يبيع شيش يبيع شيش صافي، اللي يبيع شبايب يبيع شبايب صافي. واليوم توا حانوت فيها حليب الغول يحب يبيع وحده. كي نقول لك العباد تبدلت، كان الراجل اللي يتعدى يعمل هكا، اللي يتعدى يعطيك انت اللي في باب حر عم حمادي الفطايري يبدا يعملك هاي لا 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 هاي لا 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 وش لغمو هكا ومربع وقشاشيه وانه يجي توريس تصور هذاك عامل شقاله حط فيها تريفات تريفات القاسم قد ما يعطي قد ما يعطي التوريس ما يعرفش هاي لا 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 هاي لا 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 كنت جو كنت جو حتى الخضارة حار يا ما حروا يهزش العزوزة من الدار ويخلي شيباني وحده بطاطا ننديزة شرت فندها فاطمة وعزيزة كان ثلاثة باري بابور بدورو اش من ليرة بعشرين كان جو كان في صبة الذام يقول هما يقولوا صبة العروسة كان واحد يسكن غاديك ويبدأ هزك البريق وكل الجينية الحمراء وكل الروبة اللي بالثرابل ويعمل لك النحاس تسمع بهم يقربوا كان يدور على السوق ويبيع الخروب العسول في يوم الخروب يعمل عن البعثير كانت امرأة من الجنوب تعمل تك تيرك تكوى جل جلان وشكر تبيع في التكوى انت خلطت على ذوم الكل خلطت عليهم تبيع الكريمة بالزمارة ياكل يدخل ياكل الدقازة تاكل الزبال تاكل بعض الحومة ياكل والطنجرة ما توفيش البركة كي عملوا الفريجيدير قلت البركة كي عملوا الفريجيدير هي خلي تاخذها نجمروها طارت البركة ما تسبعينها الوقت يتبدل هذيك هي الحياة تتعدى تتعدى على النهج والله العظيم والله تتعدى كي تشمها تعرفها شنية الماكلة